مساء الخير. في أخبار الدار هذا الأسبوع نعرض لمشكلة نقص الكوادر الطبية في مستشفى معاني الحكومي وموسم الرمان في إربد، عناية زراعية ثمارها بتدر دخل طوال العام، وتواصل الحملات التوعوية للفحص المبكر عن سرطان الثدي. أهلا بكم. نظمت كاريتاس السلط بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي حملة توعوية للفحص المبكر عن سرطان الثدي في كنيسة دير اللاتين، وتأتي الفعالية بالتزامن مع حملة التوعية ضد مخاطر هذا المرض وفائدة الكشف المبكر عنه. احنا دائما نسعى ان هناك يكون توعيه عامه باهميه الفحص المبكر لسرطان الثدي، وهذه بيكون دائما بيكون دور اساسي على المنظمات والمؤسسات اللي اليوم احنا نفتخر دائما بوجودها في الاردن، اللي بتقوم بهذا الدور من خلال مبادرات في خلال هذا الشهر وباقي الاشهر كمان بتقوم بدور اهميه الفحص المبكر. كاريتاس بكل فروعها عم نشجع كل المجتمعات المحليه والمؤسسات اللي فيها شراكات مع كاريتاس على العمل على برنامج التوعيه والعمل مع مركز الحسين مع برنامج التوعية حول سرطان الثدي. مرض سرطان الثدي هو من الأمراض اللي ممكن نتحشاها ونتفاداها عبر بث الرسائل التوعوية والتثقيفية، تشجيع أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا على عدم الخجل من الإقبال يعني على الفحص المبكر. نسب الشفاء عالية في حال الكشف المبكر عن المرض، يعني تتجاوز 90-95%. عمري 45 سنة، اكتشفت المرض ب 2020، اكتشفت انه طالع لي جسم غريب بالثدي عندي، وعلى هذا الامر لجأت للمستشفى لاني كنت سامع كثير بالمواقع التواصل انه في سرطان الثدي وفي فحص مبكر وفي اشياء لازم نلجأ فيها للطبيب، وذهبت إلى المستشفى الحمد لله وكشفته بالمرحلة الثانية، وهيني أنا هسا عيات بالمراحل الأخيرة من العلاج، أخذت مراحل الكيماوي وأخذت الإشعاعي، وهيني أنا بالبيولوجي وبالبيولوجي والهرموني، والحمد لله يعني أني لحقت حالي على البدري، يعني كشفت بدري. أنا لو تأخرت كان وصل للعظم، بس الحمد لله بفضل رب العالمين، وهسا أنا بمراحل أخيرة من العلاج وإن شاء الله بعد 4 سنين أكون من الشافين. أنا هسا صار لي سنة بالعلاج وبالمرض، والدكتور حكالي بعد 4 سنين إن شاء الله بكون من الشافيات الناجيات بإذن الله. يعاني مستشفى معاني الحكومي من نقص التخصصات النادرة كتخصصات القلب والأعصاب وجراحة الأعصاب، وهي تخصصات نادرة دأبت وزارة الصحة على حلها من خلال برنامج الطبيب السائر الذي شهد توقفا خلال العام الماضي وأثر على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. يشكو المواطنون في محافظة معان من نقص في الأطباء من ذوي الاختصاصات النادرة في مستشفى معان الحكومي، مما أثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لطالبيها. التخصصات المفقودة في مستشفى معان الحكومي ألا وهي تخصص القلب وجراحة أعصاب ودماغ. أنا كمواطن لما ما ألاقي التخصص هذا موجود عيادة تخصص بضطر أني أطلع لعمان، هنا بتكلف علي ماديا مواصلات أو كسيارة، ماديا بيزيد علي العبء أكثر كإلي حالي إنسان أنه أنا أراجع مواطن مستشفى خارج معان كمستشفى الجامعة أو أي مستشفى أخرى. تكاليف بتزيد علي كثير من ناحيه بنزين، اشياء كثير يعني مواصلات. يا ريت التخصصات هاي تكون موجوده داخل المستشفى، وفي بالنسبه لنا كمان كالالويه اللي قريبه من مستشفيات معان مثلا لواء المريغه لواء الحسا طبعا تفتقر لهذه التخصصات، فاحنا بنطالب ك يعني ابناء وطن وابناء بلد ان تكون تخصصات هذه داخل الالويه كمان موجود، مو بس مستشفى معان او مستشفى الطفيله او مستشفيات ثانيه داخل الالويه، يا ريت تكون موجوده. في مدينه معان تقع على مفترق طرق يربط 3 دول في مملكتنا، بتعرفوا انتم يعني طريق صحراوي طويل وبحدث عليه حوادث وخلاف يعني اللي بيكون متواجد في معان يعني من حالات حرجي ومن أشياء بيراجعوا المستشفى وللأمانة نقص الاختصاص يعني بضر في المواطنين وفي حياتهم. بعض المواطنين يعني بده يضطر يروح يراجع مستشفياته لما يجيب تحويل وهناك بده يدفع تكلفة مالية
وبده ينتقل لعمان، بعض الأمراض بتطول يعني بتكون اللي بتحتاج اختصاص مش موجود في معان. احنا الإيجابي والاستجابي بدنا إياها من وزارة الصحة ومن وزير الصحة، هو معني بتزويد مستشفى معان بما يلزم إليه من أطباء من أخصائيين من فنيين حتى يقوموا بمعالجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة. إن لم يجد هناك في هذه المدينة أو في هذه المستشفى أطباء أخصائيين ينجبر المواطن أن يتنقل إلى عمان، وعمان اليوم الظروف صعبة، ظروف المواطن صارت صعبة ومعاناته صعبة من نواحي المادية من نواحي النفسية، فبالتالي بده يروح بده تكلفه هاي رحته لعمان أو مراجعة الطبيب الأخصائي في عمان بده تكلفه مبلغ باهظ جدا، وهو أولى هو أولاده فيهن يعني هذولا. يعد مستشفى معاني الحكومي أكبر مستشفى في المحافظة، ويقدم خدماته لقرابة 179 ألف نسمة بسعة 150 سرير. تعاني مستشفى معاني الحكومي كباقي محافظات المملكة من نقص التخصصات النادرة كالقلب كالأعصاب كجراحة الأعصاب كالكلى كالجهاز الهضمي، وهذه التخصصات هي تخصصات نادرة على مستوى الوطن. دأبت وزارة الصحة لحل هذه المشكلة عن طريق برنامج الطبيب الزائر، حيث كانت هناك برامج دائما وأبدا باستمرار تغطى المستشفى هاي من قبل هاي التخصصات الرئيسية من مستشفى البشير أو مستشفى الأمير حمزة، بواقع كل أسبوعين زيارة لهذا المستشفى يقوم هؤلاء الأطباء بفحص المرضى وتقديم خدمة والرعاية الصحية لهم. ولكن في ظل ظروف جائحة كورونا توقف هذا البرنامج، والآن العمل جاري مع وزارة الصحة لاستعادة هذا البرنامج والبدء بتطبيقه بإذن الله تعالى. أيضا هناك توجيهات من وزارة الصحة بشراء خدمات هذه التخصصات، لأن هذه التخصصات نادرة، وقد كلفت رسميا من قبل معالي وزير الصحة بشراء هذه التخصصات سواء كانت الكلى أو القلب أو الأعصاب أو الجهاز الهضمي. إذن هناك حلول لهذه المشكلة، ولكن لا يوجد هذه التخصصات في هذه المنطقة. موضوع نقص الاختصاصات الطبية والكوادر بات أمر يؤرق القطاع الصحي والمنتفعين منه، فيما يطالب الجميع بدعم كامل للقطاع، فصحة المواطن أولوية مطلقة. بعد الفاصل نتابع. موسم الرمان في إربد، عناية زراعية ثمارها بتدر دخل طوال العام. أحييكم من جديد. يستمر إنتاج الرمان من الفترة الحالية حتى منتصف شهر كانون الأول القادم، وخلال هذه الفترة تستمر العائلات في محافظة إربد بإنتاج الدبس والعصير والصابون والمربيات من الرمان لإدرار دخل سنوي له. تشتهر محافظة إربد بزراعة الرمان، حيث تنتشر بساتينه على ضفاف الأودية في مختلف ألوية المحافظة. فكيف انتشرت زراعة منتج الرمان في المنطقة؟ المشروع بدأ بعد إفراز سنة 37، بعد ما طلعت يعني انفرزت الأرض وطلعت لينا، بدأ المشروع. بقى هذا الأرض هاي ما بقتش يعني مزروع رمان، بقت عليق ودفلة ومش مستعمل يعني. بعد ما انفرزت الأرض طبعا آباءنا وأجدادنا بدوا باستصلاح الأرض، في عليق ودفلة وش اسمه وقطعوه، وبدوا يجيبوا شجرة الرمان هاي من محلات ثانية. تبلغ المساحة المزروعة بالرمان حوالي 2000 دنم، وتحتاج شجرة الرمان إلى العناية بشكل مستمر لإنتاج ثمرة خالية من أي شوائب قد تصيبها أثناء فترة نضجها. طبعا الشجرة هاي بدها عناية، بدها عناية باستمرار، ما بننقطعش عن خدمتها وعن الوجود فيها إلا في أيام أو في أشهر معدودة، اللي هي أشهر الشتاء البارد، اللي هي شهر 1 و2
تقريبا واحد واثنين وثلاث بننزل شهر ثلاث وبنبدأ العمل فيها. نبدأ فيها العمل تقريبا احنا موجودين هون في المنطقة او في المكان هذا اللي انا بتحدث منه موجودين حوالي 9 أشهر، يعني نقول منغيب يوم ومنشوفه كمان قصرنا اذا ما اجينا بهذا اليوم. كما يتم انتاج دبس الرمان عالي الجودة وبالطريقة التقليدية، ويعتبر الرمان من اكثر الفواكه فائدة حيث يساعد على التخلص من أمراض عديدة قد تصيب الجسم. في الماضي كنا نستعمل أبس حبة الرمان، نستعملها في الأكل وفي التسويق. الآن استطعنا إن نطور إنتاج الرمان هذا ونستخرج من الرمان دبس الرمان. بالماضي ما كان معروف الدبس، الآن استطعنا إحنا بالخبرة وبالمعرفة وبالتطور استطعنا إن نستخرج من الرمان دبس الرمان الذي أصبح مسموع وله شهرة وعليه طلب. ويستمر إنتاج الرمان من الفترة الحالية حتى منتصف شهر كانون الأول، وبعد نهاية الموسم يبدأ المزارعون بالاستعداد للموسم المقبل. اختتمت الأسبوع الماضي في مدينة البتراء فعاليات الملتقى التربوي الأول للتعليم المهني والتقني في مجال الفندقة والسياحة، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. وتخلل الملتقى جلسات حوارية وأوراق نقاشية حول واقع التعليم المهني في الأردن، سبل تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في التعلم المهني والتقني. هذا المؤتمر تناول عدة أوراق تحدثت عن واقع التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم والتحديات التي تواجه التعليم المهني وخاصة التعليم الفندقي، وجملة من التوصيات التي تحسن إن شاء الله تعالى من نوعية خريجي التعليم المهني وكيف لهم أن يتابعون التعليم الجامعي في هذا المسار وينخرطون بسوق العمل. أهمية الشركات الداعمة للتعليم المهني وقوفا إلى جانب وزارة التربية والتعليم، وثانيا تعزيز قيمة التعليم المهني في أنظار المجتمع الأردني من أجل تحقيق الدعم الكامل لهذه التخصصات المهنية الرائعة. نتوقف لفاصل، ابقوا معنا. عقد برنامج الديمقراطية والتربية المدنية لذوي الإعاقة في جمعية الجنوب للتربية الخاصة بمحافظة معان برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز المعرفة المجتمعية للمواطنين من ذوي الإعاقة بالحقوق والواجبات التي تمسهم بشكل مباشر. من المأمول أن تفعل المشاركة السليمة والمناقشة الفاعلة بدلا من الممارسات والنشاطات المتسمة بالعنف. نفذ المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج الديمقراطية والتربية المدنية لذوي الإعاقة تحت عنوان أنا أشارك ذوي الإعاقة، لتشجيع مشاركتهم في بناء مجتمعاتهم وتعزيز المعرفة المجتمعية للمواطنين بالحقوق والواجبات التي تمسهم بشكل مباشر، من خلال عقد جلسات حوارية تناقش مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع الهامة. برنامج أنا أشارك لذوي الإعاقة في محافظة معان كان له أهمية بارزة، تأثيره سواء على المجتمع المحلي أو حتى أصحاب ذوي الإعاقة من خلال مشاركتهم في هذا البرنامج لمدة 5 أيام كان له أهمية بارزة داخل المجتمع المحلي أو حتى تأثيره علينا إحنا كأشخاص مدربين لهم. تفاعل كان كثير عالي من المشاركين. تدريبه كثير بصراحة ممتاز، تناولنا فيه العديد من المواضيع منها الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا تحدثنا عن الانتخابات وعن المواطنة وعن الأحزاب السياسية وعن المجالس المحلية. هذا كان ضمن برنامج أنا أشارك. أما امبارح بلشنا
أنا أشارك بلس بلشنا نشتغل أو نتعرف إنه كيف مثلا بدنا نخطط مبادرة أو كيف مثلا بدنا نشتغل على حملة. هلا بخصوص التدريب، هو تدريب صراحة كتير أنا استفدت منه، وخصوصا إنه هو ضمن إطار تخصصي بحكم أنا بدرس العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، فهو كان بتناول العديد من المواضيع المهمة بتخصصي. استفدت أشياء كثير ما كنت أعرفها من قبل، وهسه إن شاء الله إذا أشتغل عليها وأعطي أفكار جديدة إن شاء الله، وده درب غيري على اللي دربته أنا. هذه الجلسات الحوارية تساهم في التشاركية لتنفيذ مبادرات مجتمعية من خلال ذوي الإعاقة لتعزيز دورهم في مجتمعاتهم. بعد أسبوع على بدء انتظام التعليم الوجاهي الجامعي، ومع فرض بروتوكول صحي يضمن دخول الطلبة والكوادر الأكاديمية للجامعات، كيف سارت العملية التعليمية؟ بالنسبة للبروتوكولات الموجودة بالجامعة وعملت بالجامعات بشكل عام، واللي منبثقة من وزارة التعليم العالي ومرتبطة طبعا بالوزارة الصحة والوزارات المعنية بهذا الموضوع، هي عملية تشاركية. طبعا هاي العملية كلها مشان الحفاظ على القطاع الصحي أو الوضع الصحي بهذا البلد. الآن بالنسبة للجامعة مؤتة، جامعة مؤتة اتخذت إجراءات تتناسب مع الوضع القائم، بداية من الأمور اللي متعلقة بالمواد، على أساس أنه قسمت هذه المواد لمواد أونلاين مباشرة، هي زي المواد المتطلبات الجامعة. برضو بالنسبة للمواد أخرى سموها مواد هجين أو مواد الهايبريد المدمج، على أساس أنه هاي المواد تعطى قسم منها يعطى أونلاين وقسم منها يعطى وجهي، على أساس أنه نسمح لأكبر قدر ممكن من الطلاب يجوا بالجامعة، وكذلك الأمر يعني تمهيدا لأي إجراءات أخرى انفتاحية. إجراءات السلامة اللي اليوم موجودة في جامعة مؤتة سواء كانت للطلبة أو للعاملين وأعضاء الهيئة التدريسية، تجعل من هذا الفضاء الأكاديمي والتعليمي فضاء آمن وبنسبة عالية جدا، سواء كان باستخدام تطبيق سند، سواء كان من وجود ما يؤشر على أنه هذا الطالب تم أخذ المطعوم أو فحص البي سي آر، وإحنا كأعضاء هيئة إدارية أو أعضاء هيئة تدريسية وصلت نسبة التطعيم ل95-96%. هاي الإجراءات بتسوي منظومة كاملة من منظومة صحية لائقة بأن نقتنع بأنه جامعة مؤتة اليوم قابلة لاستقبال الطلبة، أنه يكون في استقطاب حتى لإخواننا تجار المواصلات الموجودة اللي كلياتهم قاعدين بنتظروا لمثل هذه البيئة اللي موجودة في الجامعة بأن تعود إلى ما كنا عليه. فإحنا موجودين بمربع أخضر وإن شاء الله نبقى كما كنا. كان الإجراء صارم مع الطلاب إنه يجب إنه نلبس الكمامات، وثاني إشي إنه حرصوا في تباعد حتى داخل الحرم الجامعي، في بحرصوا إنه موجود الأمن داخل بتفحص على لبس الكمامة بين الطلاب. في نهاية الحلقة نشكر لكم متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وتقارير بعدها طلبة الجامعات من مختلف المحافظات. إلى اللقاء.